السلام عليكم أعزائي متعلمي ومتعلمات مجموعة مدارس دار العلم في درس جديد بعنوان إسلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في مادة الاقتداء. وأهداف الدرس كالآتي: أن أتعرف نبذة عن حياة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأن أتعرف ظروف إسلامها. أقرأ وأتأمل. هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، سيدة نساء العالمين، وأم فاطمة الزهراء والقاسم بن محمد صلى الله عليه وسلم. وهي أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقته وثبتته حين نزل عليه الوحي أول مرة في غار حراء. ما هي خديجة بنت خويلد؟ كانت نعم المرأة. كيف ذلك؟ نعم، إذن هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القريشي رضي الله عنها، الزوجة الوفية، المؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، لذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وكما تعلمون قصتها أو قصة عندما هرع إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فاجأه الوحي وهو في غار حراء، فطمأنته بقولها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها وبمالها. إذن بعد الإجابة عن السؤالين سننتقل إلى الأسئلة التالية. أحدد الاسم الصحيح: أول من آمن من النساء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هل عائشة؟ عائشة أم المؤمنين، خديجة بنت خويلد، أم أم جميل وهي زوجة أبو لهب؟ نعم، خديجة بنت خويلد، قلنا هي أول من أسلمت من الناس قاطبة رجالا ونساء. أبحث عن العبارة الصحيحة وأعبر عنها شفوية. امرأة عظيمة، نقصد بها تؤازر زوجها أم تتخلى عن زوجها أم تتحمل معه المسؤولية؟ نعم، تؤازر زوجها وتتحمل معه المسؤولية. نعم، تتخلى عن زوجها؟ لا، المرأة العظيمة لا تتخلى عن زوجها. أختار الجواب الصحيح: آمنت خديجة بنت بنت خويلد بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تخاف منه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول صدقا، أم لأن محمدا زوجها فقط؟ أيهما صحيح؟ نعم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول صدقا. إذن ملخص كالتالي: خديجة بنت خويلد هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به وصدقه، إذ كان لها فضل كبير في تبليغ الدعوة، حيث آزرت الرسول صلى الله عليه وسلم ودعمته عندما أوذي من طرف المشركين، كما أنها لم تبخل عليه ولا على وعلى الإسلام بكل أموالها. وذمتم في حفظ الله وإلى الملتقى.